في مرة تائية أخذ ابنها لعند الحكيم. وصلت لعند الحكيم بده يفحصها، قال لها يا خالتي اعملي معروف شلحي. طلعت بابنها قالت له ولو جاي ابني لعند حكيم أزعر؟ قال لها يا أمي طيب ما بده يفحصك. قالت له طالما أنت موافقة خلي هو يشلح قبل. وهم بالنسبة لتمثال العذراء، مرتي قلت لها يا مرة بكل أوضة حاطة صورة للعذراء وصورة لمر شربل، تركي لنا شي أوضة ما فيها شي تنسب فيها، على قليل نسب فيها ومفيش خلقنا.